ان شاء الله. الشوربه ديالاش؟ هي الشوربه ديال الدجاج والخضره وفيها نوخ. كنديروا بصله خضراء مسلطه كنسحروها في الطنجره ولا الكوكوط، كنسحروها مع شويه ديال الزبده والزيت وشويه ديال الملح، بصله ولا بوارو الا كان. كنسحروها مزيان، كنزيدو عليها صدر ديال الدجاج مقطع رقيق بزاف، مقطع رقيق، وصدر ديال الدجاج على حسب الكميه اللي بغيتي على حسب الموجود عندك. وكنزيدو الماء الكافي تقريبا 2 لتر ونص على حسب العدد ديال الافراد، حيت الماء كيقل مازال. كنزيدو تقريبا 2 لتر ونص في الاول، ولا خاص مازال كنزيدو حتى كيغلى داك الماء، وكنزيدو خزوه واحده مسلطه رقيقه بزاف، حيت الخضره ما كنطحنوهاش كنخليوها هكاك. كنشوفوا مقطع صغير، اي مقطعه صغيره هي والبطاطا وكورزيت بنفس الطريقه، كلهم مقطعين صغار، الملح والبزار وكويس صغير ديال البلبوله الرقيقه ولا اللي بغى الرز، ولكن بالبلبوله كتجي احسن. كنخليو كل شيء كيطيب واحد ربع ساعه تقريبا، كندوروها بالطحين، كناخذوا شويه واحد 3 المعالق تقريبا ديال الطحين والماء، كندوبوهم في الماء وكنزيدو في الاخر كندوروها حتى كتعطينا الخطرية اللي بغينا، الا خاص الماء مازال كنزيدوه. وكنزيدو السطر ديال الحليب في الاخر، والمعدنوس ولا المعدنوس والقزبر مقطعين في الاخر، كلشي كنزيدو السطر ديال الحليب كامل. المهم كتجينا بغيتيها خطره كتخليها، بغيتيها جريه كتزيدي الماء، اي على حسب. واخا اي